فوق 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 عاطي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ابو مصطفى من قناتكم فيروس كلاب القاهرة. تحياتي ليكم، تحياتي للناس اللي مشتركة معايا على القناة، تحياتي لجميع مربين الكلاب وغات الكلاب في مصر والوطن العربي، تحياتي للجميع. يا رب تكونوا بخير. رجعنا لكم من جديد بفيديو جديد، كل سنة وحضراتكم طيبين، وكل سنة والأمة الإسلامية والأخوة الأقباط بألف صحة وخير وسلامة. النهاردة معانا فيديو جديد بإسكار. إسكار طبعا كلكم عارفينه، لسه كنا منزلين فيديو قريب ليه للمشكلة بتاعته، عنده مشكلة إسكار اللي كان عنده التمدد والكساح ومشكلة الديدان وعدم التصاب الأذن بطريقة صحيحة أو بطريقة سليمة. طبعا النهاردة إسكار دخل معانا كورس تدريب طاعة وحراسة. النهاردة حبينا بعد ما عملنا خلصنا بيه تدريب الطاعة وكورس الطاعة بتاعه، هو دخل عندنا عشان يتدرب كورس طاعة وحراسة بعد العلاجات اللي احنا عالجناه منها الحمد لله. طبعا هنوريكم دلوقتي كورس الطاعة بتاعه وتحدي تاني وتالت ورابع ومليون لجميع مربين وغوات الكلاب اللي هم بيدربوا للعملاء، زي ما انا كده بدرب للناس او بدرب للعملاء تدريب الطاعة بدون ليش. تدريب الطاعة بدون ليش دي بتحتاج طبعا بدون ليش، يعني بدون سلسلة طبعا. وطبعا هنحب دلوقتي نوريكم اسلوب الطاعة اللي احنا بندربه للكلب. بندرب الكلب، احنا بنحفظ تدريب او بنحفظ معلومات او اوامر للكلب، لا احنا بندخل للكلب محبة المدرب او محبة الشخص اللي احنا بندربه ليه، تمام؟ الشخص اللي هو بيدربه اللي هو ابو مصطفى. رقم اتنين، بتحدى جميع اليوتيوبرات، ما فيش استثناء حد. طبعا استثناء حد ده اللي هو مش مش في مجال تدريب، يعني مش استثناء حد يعني ايه بقى، انا عشان ما حدش يفتكر يعني بستثنى حد، لا بستثنى اللي هم الناس اللي فاتحين قنوات زينا او زيي، بس اللي هم ما بيدربوش للغير، يعني بيدرب لنفسه، ده ما لناش دعوه بيه لان ده طبعا بيدرب شخص وبيدرب الحاجه بتاعته. انما انا بتحدى جميع اليوتيوبرات اللي فاتحين مزارع تدريب اللي هو يدرب لي كلب العميل، كلب العميل اللي هو كلب زي مثلا سكار جاي عندي تدريب، انت عندك كلب جاي عندك تدريب، عايزك تتحداني كابو مصطفى في تدريب الكلب الغير اللي هو بتاع العميل بدون ليش، بدون ليش، وتعرف تتحكم فيه بدون ليش، مش بالسلسله مش بالخناقه، لا انا عايزك اللي انت تطلع لنا فيديو لنفسك وتقول انا قبلت التحدي يا ابو مصطفى، وادي تدريب كلب بدون ليش زي ما احنا تحدينا كذا مرة، كذا كلب مش كلب واحد كمان، كذا كلب اهو بدون ليش. دي بتحتاج يا جماعة خبرة زيادة عن اللزوم. ومن هنا من قناتكم المفضلة فيروس كلاب القاهرة بنقول هل من منافس؟ يا ريت نشوف منافس، وده اشك في كده، تمام؟ تاني وتالت ورابع هتشوفوا تدريب سكار بدون ليش، ويا ريت حد يرد علي يقول لي هل من منافس. معاكم دلوقتي ابو مصطفى هندرب الكلب بدون ليش. يا ريت الفيديو يعجبكم. ادي سكار، سكار يلا. لو انتوا تلاحظوا يا جماعه اللي انا بتكلم وقبل ما انا اتكلم، الحمد لله بفضل ربنا سكار من ساعتها ثابت ما بيتحركش غير لما انا اقول له يلا عشان نمشي ويلا عشان نتحرك، تمام كده يا جماعه؟ يا ريت فيديو سكار يعجبكم. سكار يلا، تعالى يلا، تعالى شوتي، تعالى ابو سكار، اقعد، برافو، سلم، شاطر، اقعد تحت، ثابت، ثابت، برافو، نوب، ثابت، ثابت سكار، عيب، اقعد تحت، ثابت. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، ادي التدريب بدون ليش ثابت، وبتكلم معاك من هنا للصبح مش هيتحرك، ما دام انا شددت عليه الثبات مش هيتحرك. لازم يا جماعه في ثواب وعقاب للكلب، بس مش بالضرب مش بالاهانه، بمحبه الروح بمحبه الكلب. زي ما انتم شايفين كده حضراتكم، الكلب مش مشغول باي حاجه، واصوات الكلاب في المزرعه جوه، طبعا ده الجزء الخارجي، مش مشغول ولا منتبه الا معايا. طب لو عمل حاجه غلط، اكيد لازم يعمل حاجه غلط، بعاقبه بس عقاب اللي هو عقاب القلب، عقاب اللي هو العتاب. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، تمام، ادي سكار زي ما انتم شايفينه ثابت ما يتحركش، مش هيتحرك الا لما انا اقول له يلا يا سكار نمشي. هتشوفه دلوقتي تاني وتحدي وهل من منافس. سكار تعالى يلا، شاطي، برافو 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 برافو، شاطي شاطي سكار، شاطي 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 شاطي
هاتي شاطر 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 اقعد لا عيب اقعد شاطي ثابت ثابت زي ما انتم شايفين تاني يا جماعه اهو ادي الكلب ثابت ما بيتحركش ما ينفعش يتحرك الا لما انا اقول له تعالى سكار تعالى يلا زي ما انتم شايفين كده يا جماعه ادي سكار جه ما اتحركش الا لما انا قلت له تعالى هل من المنافس سكار شاطي اقعد برافو سلم شاطر سكار اقعد تحت ثابت زي ما انتم شايفين كده يا جماعه الحمد لله بفضل ربنا سكار هل من منافس تاني وتالت ورابع تحدي لجميع اليوتيوبرات اللي هم بيدربوا على يوتيوب فاتحين مزارع وبيقول لك انا مدرب هو بيتطبق عليه هو مدرب ربنا يسهل له الحال ويسهل لنا الحال بس هل من منافس مع ابو مصطفى وثقه في الله نجاح وهل من منافس بدون غرور ليه لان ده شغلنا لان في ناس ابتدت اللي هي تعكر الصفحه البيضه بتاعتنا بس مش هتعرفوا لان مفيش مقارنه للاسف تحدي لجميع اليوتيوبرات بدون ليش كلب زي ما انتم شايفين ما ينفعش يتحرك لان بيتدرب عند ابو مصطفى بلا غرور وهل من منافس تاني وتالت ورابع سكور تعال يلا سكور برافو شاطر برافو سكور شاطر 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 ولا شاطر 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 برافو سكور تعال يلا ولا شاطر شاطر سكور برافو سكور شاطر سكور شاطر 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 قد شاطر سلم شاطر روح تحت ثابت زي ما انتم شايفين يا جماعه مفيش كلب بيسمع الاوامر اثناء الهيبره بتاعته اثناء الفرحه بتاعته مفيش بيتهيألي بعد كده هل من منافس لو عايزين من هنا للصبح نقعد ثابت الكلب هيقعد ثابت من هنا للصبح بيتهيألي كده شفتوا شغلنا عامل ازاي مع سكار الحمد لله بفضل ربنا زي ما انتم شايفين كده يا جماعه الحمد لله بفضل ربنا سكار من هنا للصبح هيقعد ثابت بكل سهوله بكل ارتاحيه وكل ثقه لان الكلب فاهم هو عاوز ايه من صاحبه وابو مصطفى فاهم لغه الكلاب صعب معادله صعبه جدا يا جماعه بس دي الخبرة دي الحنكة ده هو ده الشغل الكلب بيشتغل عند العميل لما بيرجع له نفس المحبة لان المحبة بتاعت صاحب الكلب اكيد مفيش حد فينا مفيش عميل او مفيش صاحب كلب ما بيحبش كلبه الا ولو كان لو غير كده يعني ما كانش رباه اصلا من الاساس او اشتراه بالتالي احنا بنحبب الكلب في صاحب المدرب او اللي هو المدرب بندي للكلب المحبة اكنه انا صاحبه بالظبط علشان لما يروح لصاحبه ما يعرفش يفرق ما بين الاشخاص كل ما هنالك هو نبره بس مش اكتر ولا اقل نبره تغيير الاصوات والمحبه كل ما الكلب يحب صاحبه كل ما هيديلك اكتر الاوامر وهينفذ لك اللي انت عايزه لان الكلب يا جماعه مش الكمبيوتر زي ما انتم شايفين الكلب بينفذ الامر سعيد ومبسوط واثناء الهيجان بتاعه واثناء اللي هو الفرحه بتاعته بينفذ الامر بسرعه وما عندوش ادنى مشكله وادي الكلب زي ما انتم شايفين حضراتكم ثابت ما بيتحركش الا لما انا اقول له تعالى تاني وتالت ورابع تحدي لجميع اليوتيوبرات في مجال تدريب الكلاب اللي هم فاتحين مزارع طبعا اخواتنا وحبايبنا انا ما بش غرور مش تعالي ما فيش اي حاجه عشان ما حدش يفتكر حاجه بس ده تحدي لجميع المربين ما فيش فيه اي مشكله لو انت عندك الخبره وعندك الحنكه اللي انت تعرف تدرب كلب العميل بدون ليش ما بتهيألي دي ما فيهاش فزلكه ما فيهاش اي حاجه تطلع تقول لي انا اهو انا معاك يا ابو مصطفى وقبلت التحدي
انما انا اشك لحد يقبل التحدي لاني بتحتاج خبره زياده عن اللزوم، واحنا شغلنا مش ثلاث ورقات، احنا شغلنا عملي وفعل وكل حاجه، والضمير السالك هو اللي بيعرف يشتغل ويتحكم في الكلاب. طبعا كان معاكم ابو مصطفى من قناتكم فيروس كلاب القاهره، تحياتي للجميع مربين الكلاب وغات الكلاب في مصر والوطن العربي، تحياتي للجميع. يا ريت يكون الفيديو سكار عجبكم، ويا ريت يكون شغلنا عجبكم. ما تنساش تبخل علينا باللايك وتشير الفيديوهات عشان الناس كلها تستفاد، ده لو انت عجبك الفيديو وعجبك محتوانا وعجبك شغلنا. وطبعا اي حد بيشكك في شغلنا او قدراتنا او نظامنا في الحاجات بقول له يا باشا الله يسهل لك ويسهل لنا، بس قارن شغلنا بشغل الناس الاخرين، لو عندك ضمير دوس لايك. ادي سكار ما ينفعش يتحرك الا لما انا اقول له سكار تعالى. هل من منافس؟ بيتهيألي لا. سكار تعالى. شاطي زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.